يعني الوجود التواجد ديالنا اليوم في هذه الانطلاقه الرسميه ديال الحمله الوطنيه للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم في جهه بني ملال خنيفره، كتجي في اطار المواكبه ديالنا لجميع الانشطه اللي كتكون على الصعيد الوطني وفي جميع الجهات. وهذا المبادره اليوم ديال بني ملال خنيفره هي مبادره ثمينه جدا، لانها تتشكل واحد المثال يحتذى به فيما يخص الشراكه بين وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه وشركاء المؤسساتيين بما فيهم رئاسة الجامعة وبما فيهم الولاية ديال الجهة وبما فيهم كذلك مؤسسات المجتمع المدني اللي كانوا سباقين وقاموا بهذه المبادرة الثمينة. فاحنا اليوم في هذا النهار هذا اللي هو 5 اكتوبر اللي يعتبر بمثابة لونسمون يعني الانطلاق ديال الحملة التحسيسية ديال من اجل الكشف المبكر عن السرطان ديال الثدي والسرطان ديال العنق ديال الرحم. كما كتعرفوا جميع فالنسبه ديال السرطان ديال الثدي ولا ديال العنق الرحم فهي اول نسبه ديال السبب الرئيسي ديال السرطان عند المراه هو السرطان ديال الثدي متبوع بالسرطان ديال العنق ديال الرحم. فعلى التوالي كتجاوز بالنسبه للسرطان ديال الثدي فهو كيتجاوز 38 في كل 100000 امراه، عند كل 100000 امراه، وكذلك ديال العنق ديال الرحم فهو كيتجاوز 8.1% في كل 100000 امراه. هذا الشهر فهو شهر تحسيسي من اجل الكشف المبكر على السرطان ديال العنق الرحم وكذلك التكفل بالنسبه للنساء اللي هما عندهم دي ليزيون سوسبيت يعني عندهم شي دي ليزيون اللي مشبوهه فيها تنتكفلوا بهم هذا، وكذلك التكفل بالحالات اللي هما كيتخاد عينات وكيتكشف عندهم بالسرطان ديال العنق ديال الرحم. ونفس الشيء حتى هو حتى بالنسبه للسرطان ديال الثدي، لان العيالات كلهم تيخضعوا اللي كيجيو تيخضعوا لواحد الحمله اللي هي تحسيسيه وكذلك الكشف السريري. والا في حاله اذا كان شي حاجه كتدعي للفحص الصدى والفحص بالاشعه فكنتكفلوا بها. هذه الحمله كتجي في اطار ديالو الرعايه تحت الرعايه ديال السيد ولي جهه بني ملال خنيفره وكذلك بالشراكه مع الجمعيه ديال المجتمع المدني والجمعيه ديال السلمى. هذا كيجي في واحد الاطار اللي هو ديال التكافل ديال جميع الجهود وغتهم جميع الاقاليم ديال الجهه وكذلك جميع الجماعات والقرى والمداشر والمدن. هذا علاش؟ لان كيكون داك لو راتراباج ديال الحالات اللي ما تشافوش العام كامل وكذلك من اجل الكشف المبكر. ما كاينش غير حاجه واحده باش يكون الناس متاكدين، راه ما كاينش شي بلاصه قريه ولا مركز صحي ولا مستشفى اللي ما ولا المراكز المرجعيه للصحه الانجابيه اللي ما غتكونش فيهم هذه الحمله. كلهم غادي يتهموا، وهذه دعوه للنساء اللي هما عندهم ما بين 30 و 49 عام فيما يخص اللي بغاو يديروا الكشف ديالهم على السرطان ديال العنق الرحم، وكذلك ما بين 40 و 69 سنه فيما يخص الكشف المبكر على السرطان ديال الثدي. السلام عليكم، اليوم جينا شاركنا في هذه الحمله التحسيسيه باش نوعيوا الاصدقاء ديالنا وعائلتنا والناس كاملين للكشف المبكر عن سرطان الثدي باش نتجنبوه وتا واحد فينا ما يمرض ونبقاو كاملين بصحه جيده ان شاء الله. انا كنا في صدد اعطاء الانطلاقه الرسميه للحمله الجهويه للكشف عن سرطان الثدي، وهذه الحمله هذه كتدخل في اطار المجموعه ديال الانشطه اللي كتنظمها يعني المديريه الجهويه للصحه بالشراكه مع جمعيه المجتمع المدني اللي في اطار الحمله الوطنيه اللي تعطات الانطلاقه ديالها مؤخرا، اللي عطاتها وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه، الحمله الوطنيه للكشف للتحسيس والكشف عن سرطاني الثدي وعنق الرحم. اليوم حمله جهويه اللي غادي تستمر طيله شهر اكتوبر في اطار ما يسمى بشهر اكتوبر الوردي، وهذا شهر اكتوبر الوردي هو على المستوى
المستوى العالمي كيتخصص فقط يعني للتحسيس والرفع من نسبة التوعية ديال الساكنة وخصوصا النساء حول الأهمية ديال الكشف المبكر عن سرطان الثدي. ممكن نقول سرطان الثدي هو من بين السرطانات اللي كيعرف واحد الانتشار كبير على مستوى عالميا على ولا وطنيا. انت بلادنا تايا ما كتعرف واحد الانتشار كبير ديال هاد المرض هذا. دونك الحملة كتنبي الهدف الرئيسي ديالها هو الرفع من التوعية والتحسيس لدى النساء بضرورة يعني الكشف المبكر عن هذا السرطان، لأن إلا كشفنا مبكرا على هذا السرطان الثدي فكتكون حتى فرص ديال الشفاء كتكون كبيرة، يعني بعض المرات كتوصل حتى 100% ديال الشفاء. دونك أنا من هذا المنبر ديالكم أنا كندعو النساء الجهة ديال بني مناف ونفرا للتوجه إلى أقرب مركز صحي، جميع المراكز الصحية بالجهة يعني جميع الأطقم الطبية والتمريضية كلهم مكونين في هذا المجال، لا فيما يخص الكشف عن سرطان الثدي وكذلك عنق الرحم، توجه يعني الكشف عن هذا كما قلت على هذا النوع من السرطانين، لأنه كما كنعاود نقولها ونعاود نقولها يعني 100 مرة، فالكشف المبكر ثبت وثبتت التجارب بأنه راه كاين الحمد لله كاينين معنا يعني نساء اللي تشافوا من هذا المرض.